اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ سامي عبد الفتاح. برحب بيك يا فندم. مساء الخير، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا عم؟ منورني يا فندم. الله يبارك فيك. يعني عندنا قضايا كثيره واحداث كثيره واسئله كثيره، لكن اكيد في البدايه عايز اخد راي حضرتك في يعني رؤيتك للاحداث بشكل عام، وعليك يعني تقدر تلخص لي كده الفتره الاخيره من بدايه الدوري حتى التوقف واستعداد منتخب مصر سواء لبطوله امم افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 او حتى تصفيات امم افريقيا المؤهله الى بطوله الامم الافريقيه مع الكابتن حسام البدري. يعني طبعا احنا في يعني فاصل مسابقه الدوري اللي تعبتنا كده وازعجتنا شويه في يعني ساعدنا بيها الجولات الثلاثه الاولى، وبعدين حصل الدروب اللي حصل ده ووصلنا للتأجيل، وبعدين تهديدات يعني مواقف كثيره جدا كانت عامله لنا شويه قلق، لكن طبعا الحمد لله يعني الامور عدت بخير، واحنا دلوقتي منتظرين منتخبنا الوطني، منتخبنا الاولمبي الاول اللي يلعب مع بقياده الكابتن شوقي غريب في مهمه كبيره جدا. يعني انا طبعا انا مش شايف الدعم الاعلامي الزخم الاعلامي ليه؟ ربما ان الناس يعني بعدها عن الملاعب من ناحيه، وانشغالها بقضايا فرعيه كثيره جدا مش لطيفه، مخلي الناس مش واخده بالها ان في منتخب مصري هيلعب ومطالب عنده مهمتين مهم صعبين جدا، لقب افريقي وبطاقه دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. فالمنتخب ده بيمثل امل الكره المصريه تحت 23 سنة، وبيضم مجموعة من النجوم الصاعدة الواعدة يعني مهمين قوي. فغياب الزخم الإعلامي دي مسؤوليتنا احنا كلنا، ان احنا مش مدين هذا الفريق حقه. لكن اتوقع ان مع الخطوات الاولى للمنتخب في دور في المجموعة بتاعته المجموعة الاولى والنتائج الإيجابية اللي ان شاء الله هيحققها لاعبتنا مع شوقي غريب هيسحب الاهتمام بشكل كبير جدا ويجيب الجماهير. لان اتوقع يعني كمان ان يكون في غياب جماهيري في الاول لحد ما الملامح اللقب تبان، يعني في يعني اللي هي المجموعه دور المجموعات في بطوله الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنه لحد ما اللقب يبان لجماهيرنا هتلاقي الناس بقى جماهيرنا ابتدت تتواجد بقوه والدعم وياخد الفريق هذا الفريق حقه ان شاء الله. بس المهم ان هو يعني يقدم السبت عشان يلاقي الحد. يعني طب دلوقتي ما هو البطوله دي ما فيهاش سبت وحد، المباراه دي فيها اثنين وثلاث واربع عشان انت معاك ثلاث فرق اقوياء جدا. البطوله ثمان فرق، معاك غانا والكاميرون ومالي. فبالتالي حضرتك عارف ان اول وثاني واول وثاني ودول بنفسه ثلاثة منهم على الصعود للأولمبياد، وبالتالي ما عندناش فرصة إن إحنا لا قدر الله لو ما صعدناش إن هو يكون في يعني ملحق أو في فرصة. لا ما فيش ملحق يعني البطولة العادية بيكون فيها فرق ضعيفة، لكن دي ثمانية أقوى ثمان فرق في أفريقيا. بالظبط أقوى ثمان منتخبات وبيلعبوا على ثلاث بطاقات لدورة طوكيو بجانب اللقب. بطاقة رابعة واتلغت اللي هو الملحق الأفريقي الآسيوي. بالظبط بجانب اللقب الافريقي نفسه يعني. طبعا ما فيهاش هزار المساله، ما فيهاش هزار، بطوله قصيره وسريعه جدا ومطلوب فيها الفوق، يعني لا تقبل الاسم على اثنين. يعني زي ما انت قلت يعني ما هي صحيح انا بقول قدم السبت اللعيبه تقدم السبت عشان تلاقي الجمهور جنبها. ربما من اول مباراه يعني ما احنا بنناقش ان ليه الاحساس بالبطوله مش موجود بقدر الكافي. هل مرضي يا استاذ سامي ان لو منتخب مصر تاهل وعدم فوزه بالبطوله، هل ده مرضي لحضرتك وللنقاد والصحفيين والاعلاميين والجمهور؟ طبعا مرضي. طبعا لو فاز باللقب، لا لو صعدنا اولمبياد دون الفوز باللقب. لا احنا همنا كله في الجائزتين. طب الاولويه ايه؟ لا الاولويه طبعا العاب اولمبيه يعني طبعا العاب الاولمبيه دي مستوى دولي كبير جدا، بس اللي عنده الهدف ده لازم يبقى عنده يعني خصوصا البطوله على ملاعبنا في ارضنا، ومش عايزين يعني مش حمل خبطه ثانيه بعد كاس الامم الافريقيه للكبار اللي يعني خرجنا فيها بعد الدور الاول. يعني دي بتعوض دي. فيعني اذا كان قدامنا الهدف واضح والاراده واضحه ان شاء الله هنحقق اللقب مع البطوله ان شاء الله. طيب هرجع مع حضرتك سريعا بقى لاحداث الكره المصريه والنادي الاهلي و
زي ما حضرتك قلت انقضاء 3 أسابيع من بداية الدوري النصف الممتاز، ولكن الدوري تم تأجيله إلى حين انتهاء التوقفات الدولية وبطولة أمم أفريقيا. تقييمك للنادي الأهلي بشكل عام في لقاءاته سواء المحلية في بطولة الدوري أو حتى الأفريقية، مع أنها مش لسه اللقاءات القوية. اللقاء القوي إن شاء الله يكون بنهاية شهر 11 أمام النجم الساحلي في تونس إن شاء الله. الاهلي يعني الموسم ده له نكهه مختلفه الحقيقه، يعني صحيح لعب 3 مباريات في الدوري بس و ماتشين في افريقيا، يمكن ماتشين او اكثر كمان، لعب 4 ماتشات، ماتش ذهاب وماتش عوده وماتش ذهاب وماتش عوده. فيعني انا شايف ان الاهلي له نكهه مختلفه وصوره مختلفه عن الموسم اللي فات، اللي هو كان موسم عصيب جدا بسبب يعني نتذكر بسبب كم الاصابات اللي كان موجود وارتباك المسابقه، يعني اللي هو خلى اداره الاهلي المره دي تكون يقظه جدا من الخطوه الاولى ان ترفض هذا يعني الهزل في اداره مسابقه الدوري، وكان لها وقفتها القويه اللي كلنا عارفينها. وهذا التاجيل يعني التاجيل من الجوله الرابعه من الجوله الخامسه، الاهلي ما لعبش الجوله الرابعه، الاهلي لعب 3 جولات اعتقد، يعني الاهلي لعب 3 جولات، التاجيل بدا من 5 ان بالنسبه لكل الانديه، يعني في انديه لعبت 4 وفي في انديه ما لعبتش، فبالتالي اتلعب تقريبا نص اسبوع من الاسبوع الرابع السابق. ده دي وقفه كان لابد منها، صح، الوقفه دي كان لابد منها لضبط ايقاع المسابقه، لان احنا مش هنقعد نكرر كل موسم نقول عايزين دوري منتظم وعايزين نحس ان في مسابقه. وعلى فكره ده بيأثر على منتخب مصر على فكره، ده حقيقي. يعني عدم الانتظام والارباك اللي بيحصل للاجهزه الفنيه، انا وصلت بالفرقه لليفل معين من اللياقه والاعداد الفني والبدني وبتاع، وبعدين اروح مدخلهم في راحه اجباريه، وبعد يعني انا بجهز نفسي للفرقه كذا، الاقي نفسي بلعب مع فرقه ثانيه، يعني ده كلام مش لذيذ يعني. فبالتالي يعني لا المدربين مبسوطين، ولا الجماهير اللي مش موجوده اصلا في المدرجات مبسوطه، ولا احنا قدام التلفزيون الجماهير اللي في البيوت، ولا احنا يعني كانوا قد يعني فقدنا الحس بالمنافسه فيعني كل ده وقال الله في عون المسؤولين. يعني احنا يعني فاداره الاهلي يعني تشكر على وقفتها دي رغم ان البعض انتقدها وفهم الرساله غلط، وانا شايف ان كانت الرساله واضحه جدا ومفهومه، ان احنا عايزين دوري كويس، دوري منتظم، مش عقده يعني ولا حدوته كبيره قوي، الدنيا كلها اصغر مننا يعني منتظمين وماشيين زي الفل. المشكله ان احنا نبقى نفس الحكايه يعني. ف يعني الساده المسؤولين في اتحاد الكوره وفي كل الجهات المعنيه لازم يفهموا الرساله دي، ان الدوري ده هو روح الرياضه المصريه على فكره، يعني من الكوره هي يعني زاد وزواد شباب كتير جدا، الكوره هي قاطره الرياضه المصريه بصفه عامه. فيعني لما يبقى في هذا الارتباك تبقى الصوره الذهنيه مش كويسه عن الرياضه المصريه. ان شاء الله انا شايف ان الاهلي بقول ان هو ادى شكل جديد مع الموسم الجديد بصفقاته الجديده، بتقلص نسبه او قائمه الاصابات يعني الى حد ما ان شاء الله تفضل كده على طول الى حد ما، لو ان طبعا في اصابات. انا طبعا قلبي مع محمد محمود الحمد لله، يعني عمل العمليه تمام، اراده زي الفل وحديد، عنده ثقه يقين بالله سبحانه. وانا يعني انا كتبت له مقال مخصوص وهو شخصيا، لان انا هذا اللاعب يعني انا متعاطف معاه مع الحاله اللي هو فيها، وهي ابتلاء من ربنا يعني سبحانه وتعالى طبعا. يعني ان هو صليبي وقبل ما يخش في ماتش واحد بس بعد 9 شهور يجي له صليبي ثاني، يعني حدوته تراجيديه جامده جدا. فانما ان شاء الله هو صغير السن وموهبه ويقدر يرجع بقوه ان شاء الله. ولو نظر في محمد محمود، لو نظر في قصه الاخرين من نجوم الكره في العالم كله، هيلاقي مثل حالته ويقدر يعني ياخدها يعني دافع له ان هو يرجع بقوه ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله راجع بقوه، والموسم ده انا اتوقع له المزيد من البطولات وعلى راسها بطوله افريقيا ان شاء الله. ما حبيتش اقطع كلام حضرتك، لكن عايز اخد من كلام حضرتك جمله حضرتك قلتها في البدايه، هو ان الاهلي ليه طعم مختلف الموسم ده.
ليه حضرتك تفتكر ان الاهلي مختلف عن الموسم الماضي وقبل الماضي في البدايه؟ دايما بنقول ان البدايه بتكون متعثره بعض الشيء، لكن الاهلي بدا في مباراه السوبر المحلي امام الزمالك بفوز 3-2، ولولا الاصابتين اللي كانوا موجودين في خط الدفاع سواء ياسر ابراهيم او محمود متولي اعتقد ان الاهلي على الاقل كان حافظ على فارق الاهداف. ثم مباريات الدوري الاهلي بيفوز بنتائج كبيره على منافسين اقوياء زي الانتاج الحربي، اسوان طبعا على ملعبه الساعه 3 العصر ده درجه حراره شديده جدا، لكن ايه حضرتك اللي شايفه مخلي النادي الاهلي طعم مختلف الموسم ده؟ اقول لك على حاجه ما تستغربهاش. لا، الخساره ده صن داونز، خساره امام صن داونز. يعني ده احساس الشخصي وتقدير الشخصي ان دي فوقت، يعني فوقت عدد كبير جدا او فوقت الفريق ككل، يعني ان يعني الاهلي خسر بطوله وخسرها بشكل وحش، بطوله لقب فوقتهم مع ان هم يكونوا افضل في الموسم الجديد، والاداره انتبهت ان في بعض الثغرات وفي بعض النقاط اللي هم يعني بعض الامور اللي لازم الفريق يعني يتم التعويض فيها وتحسين شكل بعض الخطوط، يعني دي امور يعني اداره الاهلي كانت واعيه جدا فيها واستطاعت ان هي تستوعب الموقف كله، فاقدم الفريق دخل على الموسم بشكل جديد. فايلر او ريني فايلر كان تحدي اخر يعني. طب ممكن اقف مع حضرتك عند الحته دي وتقول لي رايك وحضرتك يا استاذ سامي كتبت ايه او اتناولت موضوع فايلر ازاي؟ والاهلي تعاقد مع مدير فني ممكن ما يكونش معروف بالنسبه لنا، لكن راجل كان موجود في الدوري البلجيكي وماسك اكبر الانديه اللي موجوده في بلجيكا عند اللخت، فاكيد كان احساس ليه يعني نتيجتين، يا اما النادي الاهلي هيجرب واحنا ونصيبنا، يا اما حضرتك واثق في اختيار النادي الاهلي واختيار اللجنه الفنيه كابتن طه اسماعيل كابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو على راسهم الكابتن محمود الخطيب. بصراحه حضرتك كنت مايل لانهي اتجاه؟ بصراحه انا هقول لك الامر اللي انا كتبت عنه الاسبوع اللي فات مقال، تمام، عنوان الراجل ده هيجنني، الراجل ده هيجنني واقول لك ليه هيجنني. بس انا طبعا من البدايه خالص كتبت برضو اول ما جه فايلر ان هو طبعا شخصيه مش معروفه، فقلت ان مانويل جوزيه ما كانش معروف، تمام، فرانك لامبرد مع تشيلسي ما مسكش يعني كل فرق العالم، يعني جبنا كان عندنا مثلا تمام، انا بس بحاول اتذكر مع جبنا المدير الفني الهولندي صاحب التاريخ الطويل مثلا، يعني في لعيبه يعني بتختفي من الملاعب وبعدين تفاجئ ان هي جوهره يعني في لافي، تمام، ففي يعني محتاجه صبر شويه، حلوين قوي، محتاجه صبر، محتاجه استكشاف، وبعدين يعني الراجل ده جاي على نادي بطولات معياره الوحيد ان هو يكون قادر على هذه البطولات. طب هو الراجل لحد دلوقتي بيقول لنا انا اهو، يعني بكل صراحه وصدق، عشان كده بقول يعني الاداره كانت واعيه جدا في اختيار عنصر جديد عنده كره حلوه او عنده فكر يقدر يقدمه للعيبه بتاعته، لعيبه كبار مش سهلين، واستكشاف شخصيه فايلر دي كانت نقطه اصعب حاجه، يعني دي مهمه جدا لان فرق النجوم بالذات وفي الفرق الكبيره بتبقى محتاجه شخصيه، ودي مساله معروفه يعني مش محتاجه فتي يعني، فبتبقى محتاجه شخصيه حقيقيه قويه جدا. الراجل ثابت في الملعب، جه وعارف ان موجه النقد شديده جدا عليه من مجرد وصوله في مطار القاهره، فيعني وصلت له كل الرسائل السلبيه، وكان ثابت وقادر ان هو يتعامل مع الموقف بذكاء عالي جدا، دي في حد ذاتها تثبت ان فايلر ده مش قليل يعني، وان هو مع في محاضراته مع اللعيبه طبعا دي بتبقى اوض مغلقه، بس بتبان ان في اداره المباراه شكلها ايه يعني. فطبعا انا بشوفه ان هو مدرب جدا وادانا كوره دي نقطه، انما ادانا كمان معايير تثبت ان هو اختيار الصح، مش انفعالي ودي نقطه مهمه جدا، يعني لا بيروح مع قرار حكم مش صح ولا بتاع ولا بيغضب ولا بيفرح زياده حتى ما بيجيب هدف ولا فرقته بتجيب هدف ولا بيحصل انتصار، عقلاني جدا ودي نقطه مهمه جدا.
بتنعكس على اللعيبة نفسها. فطبعا اختياره من لجنة التخطيط كان اختيار موفق. المعيار طبعا في الآخر هيكون ايه؟ البطولة او البطولات يعني النادي الاهلي مطالب بيها يعني. انما انا شايف ان السكة مفتوحة قدامه وهو قادر ان هو اذا اراد انه يعمر كما عمر مانويل جوزيه مع النادي الاهلي يعني. طيب رأي حضرتك في قرار يمكن بيتم دراسته في الوقت الحالي، احنا قريناه على مواقع التواصل الاجتماعي قريناه، واعتقد ان هو ممكن يتم تنفيذه الفتره اللي جايه. عايز اخد راي حضرتك فيه، ان السرفايفر تقريبا بيفكر في قرار وهو يعني وضع ساتر على ملعب مختار التفش بالكامل علشان يحجب الرؤيه عن المتفرجين، وبالتالي يكون في سريه تامه. طبعا وجود الصحفيين ده امر ممكن يعني يتم تنسيقه بعدم وجود صحفيين، لكن اكيد طبعا في بعض الصحفيين اعضاء في النادي الاهلي فممكن يفكر ان هم ممكن يعرفوا يخشوا يتفرجوا. القرار ده يعني حضرتك شايفه عامل ازاي بالنسبه لمصلحه النادي الاهلي؟ طبعا بالنسبه للساده الزملاء المحترمين الصحفيين اكيد مش هيكون حابين هذا القرار، لكن اكيد مش كل الوقت هيكون الستائر دي او الساتر ده موجود. فبعض التمرينات اكيد يعني هيفضل ان التمرين يكون سري تماما حفاظا على سريه التكتيك وسريه طريقه اللعب وسريه طرق التدريبات. هل حضرتك شايف ان القرار ده مفيد للنادي الاهلي ولا مضر للناحيه الصحفيه، ولا هو مرضي لجميع الاطراف على حسب تنسيقه؟ هو له جانبين. تمام. الجانب الاولاني ان كل اوروبا ليها ملاعبها المغلقه. ده حضرتك فين بقى؟ ملاعبهم دايما بيختاروا حته بعيد عن كل الناس. بالظبط. غير مأهوله. يعني بالظبط يعني. هو ملعب وغرفه خلع ملابس وشكرا. ال 90 دقيقه او ال 120 دقيقه اللي بيقعدها المدرب مع لاعبته كلها تركيز، ودقيقه ليها قيمه عاليه جدا، الدقيقه الواحده يعني ليها قيمه عاليه جدا. فده موجود في الخارج، وممكن هو ناقل الثقافه دي عايز ينقلها للنادي الاهلي. فطبعا دي مش غريبه بالنسبه له، انما هتبقى غريبه جدا لجماهير النادي الاهلي وصحفيين اللي عاملين في النادي الاهلي وغير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي يعني بيجدوا متعه ان هم يشوفوا نجومهم وهم اعضاء متواجدين يشوفوهم هم داخلين. يعني هتبقى صعبه شويه، انما هل في حلول اخرى زي ممكن تنسيق ما بين الجهاز الفني والجانب الصحفي والاعلامي يعني مثلا؟ يعني مساله فيها تنسيق، ويبقى مثلا ليهم مكان في مدرجات ممكن اول ربع ساعه زي ما بيعملوا مره كده مثلا. يعني اكيد ليها حل طبعا، يعني في وسيله لو هو شايف ان ده في صالح الفرقه. يعني هي جديده على ملاعبنا، بس جديده علشان خاطر حضرتك احنا ما عندناش خصوصيه في الملاعب اللي موجوده. ما فيش خصوصيه خالص نهائيا، يعني كلنا طول عمرنا بنتفرج على التمرين براحتنا من الناحيه دي من اي حته، واحيانا كمان بنقرب للعيبه ونسلم على ده ونصور مع ده. فطبعا كل ده من بره السور، فانما برضه كله متشاف يعني. كله متشاف اذا كان هناك جمله بتتعمل شيء من هذا القبيل، انما هتبقى مزعجه جدا للزملاء الاعلاميين والصحفيين. ف انا مش عارف يعني هيوصل فين فيها فايلر مع الاداره ان هو يقدر يقنعهم او يقبل بما هو قائم على اساس ان ده موجود من قديم الازل. هو عايش عليه يعني. هو في اوروبا طبيعي جدا ان الملعب التدريب بعيد عن كل يعني جمهور صحفي، مفيش تواصل، عشان حضرتك عارف مدى بعد الملعب ومدى الخصوصيه. ولو ان طبعا انا لو هقدم اقتراح فيه اقتراح اخر يعني، زي عندنا ملاعب الشيخ زايد مثلا يروح يعمل فيها تدريبات. عارف حضرتك فكرت فيها قلت ايه؟ طب اللي ساكن في التجمع ذنبه ايه؟ مفيش ذنب بقى، انت راجل لعيب محترف. مش قصدي والله، انا فاهم. قلت كده فكرت فيها قلت يمكن، طب احنا لو الاهلي اخذ ملعب مثلا في التجمع، طب اللي ساكن في الشيخ زايد؟ عارف حضرتك بفكر كمان في السواقه، في مسافه السواقه في مصر يركب مترو بقى كان لا حضرتك بالظبط عارف حضرتك مستهلكه جدا بره، ممكن يكون الملعب بعيد 40 كيلو او 30 كيلو عن في الضواحي، كله في الملعب الضواحي. وبالتالي ان ال 30 كيلو بتاخدهم في ربع ساعه. الدنيا بتبقى فاضيه وما عندكش مشكله، لكن بما ان احنا هنا في العاصمه وان القاهره مزدحمه جدا فالامور بتبقى صعبه شويه، الدنيا ممكن تمطر والدنيا الدنيا توقف واللعيبه ما بتروحش وبتجري لحد الملعب حاجات كتيره يعني. طيب عايز اخد راي حضرتك في مجموعه الاهلي الافريقيه، احنا يعني بنستعد خلاص، يعتبر دخلنا في شهر نوفمبر.
والاهلي عنده استعداد قوي لمباراه النجم الساحلي ان شاء الله اللي هتكون في تونس بنهايه الشهر الجاري اللي هو نوفمبر اللي احنا هنبدا فيه ان شاء الله، يعني لسه في اكتوبر بس احنا يعتبر دخلنا في نوفمبر. هل حضرتك شايف ان في مصلحه النادي الاهلي ان هو يقع في مجموعه قويه حتى يتبين لجمهور الاهلي ويتبين لمستر ريني فايلر مدى قوه اللعيبه اللي موجوده معاه في المنافسه على اللقب الافريقي، ولا الاهلي في مجموعه قويه وممكن يعني الاهلي يحتاج وقت علشان يتاقلم مع الوضع الجديد اللي موجود فيه المدير الفني باللعيبه اللي موجوده جديده، وبالتالي ممكن المجموعه تكون صعبه على النادي الاهلي؟ انا يعني مش ممكن تكون صعبه لان كل المجموعات صعبه. تمام ده واحد. دي يعني وده ما لازم اسال عشان اسمع الاجابه دي من حضرتك. وده دور المجموعات، يعني احنا الاهلي يعني عاشق لهذه البطوله و 8 يعني 8 القاب قبل كده، فيعني يعني حابب هذه البطوله، واحنا يعني عندنا شكينا فيها في الاهلي تشك فيها في البطوله النسخه الماضيه الاخير، فحريص جدا ان هو يعني ما يبصش بقى لقوه الخصم او ضعفه، ان دي مساله انا يعني شيء اللي مخليني مرتاح للاهلي وكل انديتنا ان ابتدت حته الانتصارات الخارجيه دي تبقى شغاله، ودي نقطه مهمه قوي وعامل مهم جدا يعني فدي بتدي ثقه عاليه للبطل، الفريق البطل فعلا لازم يكون بيلعب على الفوز في الخارج، يعني دي حسابات منتهيه يعني. هل 2019 يا استاذ سامي ممكن يكون فيها حسابات فوز في الخارج او 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 التعادل او المكسب، ولا خلاص ما بقاش في فوارق ما بين الفرق بينها وبين بعضها وبالتالي ممكن اي حد يفوز على اي ملعب سواء داخلي او خارجي؟ بالظبط، هو ده المفهوم اللي يجب ان يسود ويبقى في عقلية كل لاعبتنا ومجهزاتنا الفنية، ان انت بتلعب بقوة في الخارج، وده يعني مش هنقول ان هو مفيد لمنتخبنا كمان يعني، ان بتولد عند لاعبتنا الثقة، خصوصا معظم لاعبة المنتخب بتبقى من النادي الاهلي، فطبعا انا شايف ان استهلال البطولة مع النجم الساحلي ده لصالح الاهلي مش ضده، يعني كمان النجم الساحلي فريق عظيم وكبير جدا، وصحيح الاهلي له يعني قفزات على في مسيرته مع النجم الساحلي تحديدا في تونس انما برضه لا يستهان بهذا الفريق طبعا على الاطلاق طبعا. فريق بطل برضه، وانا شايف ان زي ما مجموعه الاهلي صعبه المجاميع الاخرى صعبه برضه، ولازم الاهلي يستمر في مسيرته بقوه. وفي نقطة مهمة سمر، إن هذا التوقف اللي في الدوري جاء في الوقت المناسب حقيقة، يعني رغم إن الأهلي ما كانش راغب فيه نهائياً إنما جاء في الوقت المناسب، لأنه بيدي ريني فايلر فرصة إنه يتعرف على لعيبته بشكل يعني أكبر كتير، خصوصا في معسكر الإمارات من بكرة إن شاء الله، من بعد بكرة إن شاء الله يوم الخميس وفي نفس الوقت يحصل استشفاء للعيبه المجهده جدا من الموسم اللي فات، اللعيبه مش يعني هتظل مجهده، اللعيبه اللي مع المنتخب الوطني هيسافروا يقعدوا 5 ايام او 4 ايام ويرجعوا علشان يكونوا موجودين في معسكر المنتخب ان شاء الله يوم 5. وده انما برضو دي نقطه مهمه جدا، ان يحصل تقارب بين المدرب واللعيبه اكتر والعناصر الجديده، ويذاكر الراجل ياخد فرصه انه يذاكر فرقه في المجموعه الافريقيه، مجموعته المجموعه الاولى، فاظن هي الاولى تمام فده شيء مهم جدا، ان يعني الفتره الجايه دي الاهلي يمشي بتكنيك عالي للوصول الى ان شاء الله يبقى صداره المجموعه ومنه الى الادوار الثانيه ان شاء الله. حضرتك اتكلمت على فائده التوقف، انا كنت عايز اروح مع حضرتك لحته المعسكر لكن حضرتك سبقتني فيها، لكن عايز اعرف راي حضرتك، هل ممكن المعسكر كمان يكون مفيد بالنسبه للعيبه اللي بعيده عن الماتشات الاساسيه في الفتره الاخيره، ان هي يعني تعطي اوراق اعتمادها لريني فايلر علشان يكون ليها مكان الفتره اللي جايه، ولا حضرتك شايف من خلال الماتشات اللي لعبها مستر ريني فايلر مع الاهلي عنده عدد من اللعيبه محدد وبالتالي هو مش هيغير بره الاطار اللي باني عليه القانون الرئيسي، وحتى اللعيبه اللي بتكون موجوده حتى مع سياسه تدوير اللعيبه اللي انا هاجي لحضرتك فيها بعد ما نخلص؟ وانا شايف انه راجل عادل جدا، هو بدا فعلا في سياسه تدوير اللعيبه من البدايه خالص، لانه هو جه في يعني بعد فتره الاعداد تقريبا واستهلال الموسم، فطبعا كان قدامه ان هو امرين مهمين جدا،
ان هو يعني ما يزودش حاله الاجهاد عند اللعيبه اللي من الموسم اللي فات، وفي نفس الوقت يستكشف عناصر جديده، عايز يشوف الكل ويعرف ده فين وموقعه ايه من الاعراب في داخل الفرقه، وعشان ما يبقاش في حد منهم حاسس بظلم ما. فدي نقطه كانت مهمه جدا، وطبعا عنده الفرصه في معسكر الامارات ان يشوف ده كتير، ويتابع في نفس الوقت يعني عناصره في المنتخبين الاولمبي والاول، يعني هو مطمئن بدليل اختيارهم. فان شاء الله يعني انا شايف انه كل لاعب ما خدش فرصته، الفرصه موجوده، موسم طويل والراجل عنده يعني فكر منفتح، يعني ما مش شرط انه بيسمي فلان في المركز ده بشكل نهائي، لا، في البديل بتاعه او اللي زيه بالظبط موجود برضه وهياخد الفرصه، فيعني لازم يكون على نفس القدر من الجاهزيه يعني. فبالتالي انا شايف ان مفيش يعني ازمات قوي في زي الموسم الماضي في بعض المراكز، كانت بالتحديد مراكز في الدفاع في الوسط وفي مراكز في الهجوم كان في مشاكل كتيره. الحته دي يعني اتعالجت الى حد كبير جدا بتجهيز كل اللعيبه، وان تحمسهم ان هم يبقوا موجودين على زي ما هو موجود على الدكه، لا، يبقى موجود داخل المستطيل في نفس اللحظه. يعني اخر مقال حضرتك كتبته للجمهور تفتكر كان امتى في ابنه ولا لا؟ نازل بكره. بكره؟ طب والله انا بسال من غير ما حد يقول لي. والله انا كمان ما قلتلوش. والله عشان حضرتك تعرف بس ان انا ايه يعني الحمد لله في قراءه الافكار جيده. طيب بكره المقال فيه ايه؟ انا كاتب شروط عوده الجماهير. وده السؤال اللي عايز اساله لحضرتك. يعني اهو بص عليك انا كاتب اهو شروط او المعايير والاسس اللي ممكن من خلالها نرجع الجمهور. انا كاتب شروط عوده الجماهير. يعني احنا ناخد من البطوله الافريقيه اللي بعد ايام والغياب، يعني ناخد الاثنين والغياب اللي موجود يعني الجماهير في كل الاربع جولات تتلعبوا، شيء ممل جدا ان كان مأساوي يعني بالنسبه لنا، يعني انا شخصيا بالنسبه لنا شخصيا ان انا اشوف المدرجات فاضيه كده، ولا اشوف ماتش الاهلي بيلعب في افريقيا ولا المصري بيلعب في الكونفدراليه وفي 4-5 آلاف واحد وبتاع، يعني ده شيء مش لذيذ. فطبعا احنا ناخد كل الكلام ده ونحطه مع بعضه كده ونقول ليه، يعني ده محور المقال بتاعه، بنقول ليه. يعني طب انا بشوف ان الدوله حريصه جدا على عوده الجماهير، تمام، وانا عندي معلومات شخصيا ان يعني ان الجماهير ان العوده تقترب، بس برضه في ضوابط من دوله منتظره ان تحس ان الجمهور على قدر المسؤوليه. مش حاسس حضرتك ان ممكن الجمهور قدم اوراق اعتماده في ماتش السوبر الاخير بين الاهلي والزمالك 5000 و5000 وبالتالي ما كانش فيه اي مشاكل والمباراه خرجت بشكل لائق؟ في نقاط ايجابيه في نقاط ايجابيه بس كمان في طب ايه السلبي اللي بقى انا شفته؟ انا مش شايفه مش في يعني بعض الشيء في المدرجات، بس في نفس المباراه اللي حضرتك بتقول عليها اللي مباراه السوبر في قدر من العقوبات كبير جدا على جماهير النادي فرقتين الناديين، برضه الخروج بهتافات غير لائقه من هنا او من هنا، البعض هتقدر حضرتك تحكم الهتافات اللي موجوده في الجمهور؟ ما انا جاي اقول لكم يعني دي الهتافات دي قدامها عقوبات، تمام، الخروج عن الروح الرياضيه قدامها عقوبات، لكن حاله الاحتقان اللي انا هي دي الشرط الاساسي اللي بقى في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تصريحات هي مش تواصل اجتماعي الصراحه وفي خراب اجتماعي، ما انا جاي تواصل اجتماعي وخراب اجتماعي وبعض يعني الخروج عن نصب بعض البرامج او شيء من هذا القبيل، ده بقى عادي، فيعني ده بيشعل الامور اكثر. يعني احنا عمالين يعني بنقول يا رب ان جماهيرنا ترجع والاجواء، لازم الجماهير مطالبه والمسؤولين في الانديه مطالب مع بعض، ده الشرط الاساسي ان هم هيئوا الاجواء لعوده الجماهير عشان يبقى القرار في محله ويكون يعني عوده قويه، تكون عوده جماهير مش عوده متوتره او خايفه او شيء ما، يعني 3000 و2000 وكلام ده، يعني هو طبعا له اسبابه، يعني انا بحترم هذه الاسباب، بس طبعا احنا عايزين نخلص من هذه الاسباب اللي بتدفع للقلق والتوتر. يعني فان شاء الله انا شايف ان
الجماهير قدامها فرصة كبيرة جدا ان هي تقدم تقدم السبت زي ما قلنا برضو في اول الحلقة عشان تلاقي الحد ان هي تكون اكثر انضباطا في كل حته. انا حضرتك بحب ادافع شويه عن الجمهور يعني معلش عشان كده هقول لحضرتك ده انا. طب ما الجمهور قدم في بطوله افريقيا ما احنا نوصل بقى النقطة ايه المباراة. طب هل ده دور اللجنه الخماسيه اللي موجوده او دور الاتحاد المصري لكره القدم ان هو يسعى لحل ازمه الجمهور ولا حضرتك شايف ان هي بالتنسيق مع الجهات الامنيه بما انهم عندهم رؤيه افضل لا طبعا اللجنه اللي هي قائمه بعمل مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه الاستاذ الجنايني عمرو الجنايني مطالبه ان هي تتواصل مع الجهات المعنيه لبحث هذا الملف بشجاعه لو وصلت الامر ان هي تستعين المسؤوليه وتستعين بالمسؤولين في الانديه القيادات الموجوده في الانديه المشكله انما لازم نوصل لمدخل للموضوع ده مدخل امن احنا يعني عايزين حضور امن مش حضور يدفعنا للقلق مره اخرى يعني فبالتالي انت بتقول ان الجمهور في كاس الامم الافريقيه كان حاجه جميله وده حقيقه بس طبعا. احنا بنتكلم نحط خط تحت مباراه التنافسيه في الدوري يعني النهارده نفترض ان شاء الله الاهلي يلعب نهائي افريقيا ان شاء الله لو انه طبعا ده هيكون بره لما طبعا انا اتوقع لو هو في استاد القاهره هتميل استاد القاهره خلاص الاهلي يوصل ان شاء الله لقبل النهائي في استاد القاهره علشان نشوف عدد كبير من الجمهور هنشوف 70-80 ألف ان شاء الله بس انما المباراه التنافسيه في الدوري دي اللي بتسبب فيها قلق شويه لان طبعا الاجواء مش لطيفه احنا عايزين ناس تحس بالمسؤوليه شويه وتهدي جماهيرها ده اللي مطلوب بس خلي بال حضرتك ان الاتحاد الافريقي كان من شروطه لما فريق يوصل لنهائي البطوله الافريقيه لازم يكون في عدد من الجمهور محدد بسبب شروط البطوله لكن قبل النهائي ما فيش شروط وبالتالي ممكن الاهلي ان شاء الله لما ربنا يكرمه يوصل قبل النهائي فممكن ما نشوفش جمهور لو الامر لا تم يعني بقول لحضرتك لو مشي في السياق ده لكن انا اتمنى ان زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان يعني يكون في دور من اللجنه الخماسيه مع اللجان المعنيه علشان تقنع الامن بوجود الجمهور حتى لو هم هيتحملوا المسؤوليه بالظبط ده دور مهم قوي عايز اسال حضرتك عشان انا مش عايز ان انا اتكلم كتير عايز اعرف راي حضرتك في اللجنه الخماسيه ودورها تجاه بطوله الدوري المصري الممتاز قبل ما اروح يعني معاك ودورها مع المنتخب والمنتخب الاولمبي لكن خلينا في الدوري الممتاز رايك في اداء اللجنه الخماسيه وهل حضرتك ليك مطالب بتطلبها منهم من خلال وجود حضرتك معانا ممكن صوت حضرتك يوصل وبالتالي نستفيد من راي حضرتك ووجهه نظرك طبعا اللجنه الخماسيه جت في ظروف صعبه شويه تمام وهي طبعا الخبرات لديها قليله وده يعني شيء ما يعيبش الساده الاعضاء اللي فيها برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني الخبرات الاداريه في اداره كره القدم مؤسسه كبيره زي اتحاد الكوره قليله الى حد ما كان اتوقع انه كان يبقى فيه اداره تنفيذيه مساعده على اعلى مستوى وكذلك اللجان النوعيه الموجوده داخل الاتحاد عشان ما يبقاش كله جديد ده رايي الشخصي برضو مع احترامي لكل اللي موجودين ما يبقاش كل اللي دخل مع اللجنه الخماسيه جديد في جديد احنا والله انا بقول احنا نفسنا ان يكون المجلس اداره اتحاد الكره القادم كله جديد في جديد ونخلص من الاسماء القديمه بقى اللي هي يعني كبلتنا واحبطتنا كتير بس الاداره التنفيذيه كمان لازم يكون عندها خبرات كافيه يعني. نقطه اتفضل انا سمعت ان احتمال او خلاص هيتم الاعلان في مؤتمر صحفي عن تقليص عدد الانديه اللي ليها حق تصويت في الجامعه العموميه تقريبا 106 نادي هيكون ليهم حق تصويت دوري الممتاز ودوري الدرجه الثانيه وبعض الانديه في الدرجه الثالثه رأي حضرتك في القرار ده؟ القرار ده اتجمد فعلا يعني القرار ده انا سمعت ان هو هيتم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي هو كان اعلن في اتحاد الكوره بس في مؤتمر صحفي هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي كان اعلن في اتحاد الكوره وكان في جمعيه عموميه المفروض بكره تمام 30 بكره 30 فكان في اتجمدت الجمعيه العموميه لان اللجنه الاولمبيه شافت ان ده المعايير لاختيار الانديه بتاعه الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره مش مظبوطه طيب هل ممكن يتم الموافقه بيه وان هم ينفذوا القرار ده
لازم يعني المسارات القانونيه بقى مع اللجنه الاولمبيه تكون هي دي النقطه المهمه قوي. يعني ايه راي حضرتك لو الموضوع ده مشي؟ ايه راي حضرتك؟ لا هي محتاجه يبقى كده محتاجه يعني إيه؟ انك مع ولا ضد القرار ده؟ لو مع تماما يعني يعني التوسع في ضم اعضاء جمعيه اولمبيه في اتحاد الكوره دي مش حاجه مش مظبوطه، لان الدنيا يعني الدنيا بتفك. حضرتك يعني عارف الواحد بيفكر فيها ان في اعضاء مجلس اداره بينزلوا انتخابات، ممكن انديه الدرجه الثالثه والرابعه ينجحوهم بس بتكتلات تكتلات انتخابيه. لكن دلوقتي لو 106 صوت اعتقد ان كل عضو لازم يخش ال 106 نادي علشان يقنعهم ببرنامجه ووجهه نظره، صح كده؟ اه طبعا، لحد كل ما تقلصت الاعداد كل ما كانت الافرازات في عناصر في خلال الانتخابات افضل. وخفت يعني قوه التكتلات الاقليميه اللي هي الصعيد يقول لك بحري وال يعني كده يعني، ودي طبعا موجوده يعني احنا مش بنسخر من حد. لا لا خالص، بالعكس الكل له احترام يعني حقيقي. طبعا فطبعا دي التكتلات يعني بتفرز في الاخر يعني برضه ليها اعتبارات وليها معايير وليها مقامات، فاحنا مش عايزين هذا الكلام، عايزين فعلا نتمنى ان المذكره بتاعه تقليص عدد الانديه اعضاء الجمعيه العموميه تاخد سكتها وتوصل ان هي تكون واقع موجود، وده ما يزعلش حد. يعني هم من ضمن المعايير الموجوده عشان اكون نادي عضو جمعيه عموميه ان يكون ليا قدر معين من الانشطه في اللعبه، ومهتم بالناشئين ومهتم بالفريق بالقطاعات الاولى المتقدمه، ويعني وعندي ملاعب معترف بيها، وكل الكلام ده مهم جدا. في معايير معظم الانديه للاسف الشديد ما عندهاش الحاجات دي، فبالتالي بتخش بالاسم بس وموائمه من هنا ومن هنا ويبقى لها صوت. فطبعا الكره المصريه محتاجه تكون اكثر عصريا. يعني استاذ سامي، منتخب مصر الاول وتجربته الاولى امام يعني كانت بوتسوانا مع كابتن حسام البدري والفوز بنتيجه 1-0 في اولى التجارب الرسميه الوديه مع كابتن حسام، مع حضرتك راضي عن الاداء المنتخب الوطني ولا هي بدايه تعارف؟ وفي البدايه التعارف بيكون في بعض الامور الصعبه، هل ده هيتلاشى في اللقاءين ان شاء الله اللي هيكونوا يعني امام جزر القمر ان شاء الله، واحده منهم في تصفيات امم اوكينيا في امم افريقيا او تصفيات امم افريقيا المؤهله بوجود لعيبه من اختيار الكابتن حسام البدري، توسع قاعده الاختيارات، وهل حضرتك شايف ان لسه احنا في فتره تعارف؟ طبعا مباراه بوتسوانا نذكر ان هي كانت اول تجمع لمنتخب مصر بعد كاس الامم الافريقيه حقيقي مع اجيري. تمام. وطبعا كان في حاله احباط عنيفه جدا وشديده وقله ثقه في لاعبتنا وانتاجيتهم في الملعب. فطبعا يعني كابتن حسام البدري جاء في ظروف صعبه ومعقده، وقدر يعني هو عايز طبعا الراجل متمرس بطولات مع النادي الاهلي دي لازم تخش في رصيده وحسابه، فهو عارف ازاي يصنع بطوله ويهمه جدا ان هو يفوق يزيل الصوره السلبيه عن منتخب مصر. طبعا هو اختار عدد كبير جدا من اللعيبه وكان بيستكشف في مباراه بوتسوانا دي عدد، وهو حتى في المعسكر الجديد اللي هو يعني بدا اختار 32 لعيب. يعني اي واحد يعني موضوع يقول لك 32 لعيب بيعمل بيهم ايه؟ هو برضه بيدور على القماشه الجديده الشابه المواهب، وفي ظل ان المنتخب برضه الاولمبي واخد عدد من ممكن كان صح. ممكن عناصر ممكن تبقى المنتخب الاول، فيعني بيستكشف لسه، هو بيستكشف. اتمنى ان يعني مباراتين بتوع كينيا وبتسوانا عفوا كينيا وجزر القمر ما يكونوش ضمن حاله الاستكشاف، لان دي في بدايه تصفيات المجموعه بتاعته كاس الامم الافريقيه التاهل كاس الامم الافريقيه الكاميرون 2021، ويكون فعلا قدر يوصل لتوليفه صح او التوليفه المناسبه للمرحله الجايه دي. يعني احنا طبعا جزر القمر وكينيا مش المستويات العاليه جدا، لكن في نفس الوقت لا يستهان بيهم باي حال من الاحوال.
لازم ان هو يعني يكون اسرع في استكشاف خطوطه العريضه داخل لمنتخب مصر، ويعرف هو عايز ايه بالظبط من سواء من طبعا احنا عارفين انه عايز ايه، هو عايز يوصل للبطوله دي وينافس عليها، لكن طبعا لازم الادوات بتاعته تكون تحت ايده ويستقر عليها، واذا كان الامر محتاج ان هو يعني يستبعد عنصر ما شايفه انه مش مناسب يبقى ما فيش مشكله خالص، والاعلام يؤيده في ذلك، ولا يعني ما يدخلوش في جدل اختار ده وما اختارش ده، لان دي بتربك الدنيا. انا بالمناسبه يعني انا شايف ان هو كمان من حظه ان هو هيتفرج على لعيبه المنتخب الاولمبي في بطوله رسميه، وهيفرز على الاقل 4-5 لعيبه ممكن يبقوا برضه منتخب مصر، منهم نجم الاهلي رمضان صبحي اتوقع له ذلك يعني. وانا عايز اشيد بهذا اللاعب اللي على فكره يحسب لفايلر ان هو غير كتير من ملامحه في الملعب. فيعني حسام البدري عنده فرصه ان هو يعني ياخذ ثمره منتخب الاولمبي في الفتره الجايه ويدعم بها منتخب مصر الاول. انا شايف ان شاء الله المرحله الجايه هتكون كثير من الخطوات الايجابيه للكره المصريه مع حسام البدري وشوقي غريب. الشاره ازمه الشاره في منتخب مصر ما بين محمد صلاح واحمد فتحي بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مش بسبب ان الاثنين لعيبه بيتخانقوا على الشاره، لا ده ازمه افتعلها مع كامل الاحترام والتقدير الجهاز الفني لمنتخب مصر، حتى في التفكير انه يعطي الشاره لمحمد صلاح في وجود احمد فتحي. الكثير والكثير والكثير اختلف مع الجهاز الفني، والجمهور قال كلمته ان احمد فتحي هو الاحق بالشاره بالرغم من انجازات محمد صلاح مع ليفربول، لكن التاريخ الوطني الكبير لاحمد فتحي يشفع له بذلك. حتى لما جيت سالت بعض الضيوف قلت له طب حتى لو احمد فتحي مش موجود ممكن صلاح يكون القائد، بعض منهم قال لي عبد الله سعيد ممكن يكون ليه هو كمان حق في ارتداء الشاره بسبب الاقدميه وبسبب التاريخ او البطولات مع المنتخبات الناشئين حتى المنتخب الاول. تختلف ام تتفق؟ لا اتفق طبعا، اللي حصل اخيرا هو الصح. تمام. يعني موضوع الشاره ده موضوع يعني انا سالت فيه. سالت مين فيه؟ سالت كابتن بركات. كابتن بركات دايركت. وفهمت ان هو في يعني كان مجرد فكره مش للطرح يعني الفكره ان بيكون في تداول الشاره بشكل او باخر غير الاقدميه. طبعا يعني الفكره كانت في غير وقتها على الاطلاق يعني انا داخل على حاجه جديده ومهام كبيره وفريق تحت البناء، منتخب مصر فريق تحت البناء واستعاده الثقه مره اخرى. فانا كنت في يعني انا كمنتخب انا في غنى وكجهاز في غنى عن طرح هذه الفكره من الاساس ودون ان اسال هذا او ذاك يعني يعني الاقدميه مساله مريحه للكل ولا خلاف عليها، سواء كان فتحي او غير فتحي يعني. كابتن صلاح ده قيمه كبيره جدا في منتخب مصر وكابتن فتحي كذلك يعني. ف وصلاح اشتغل في الفرقه تحت قياده احمد محمدي يعني بالاقدميه برضه. الاقدميه دي يعني شيء معمول به في كل الفرق الكبيره الا في البعض القليل جدا يعني اللي بيحط يعني زي ميسي في وقت من الاوقات كان يعني موجود على لا بس ميسي ما كانش موجود في ظل تشافي وانيستا مش موجود مش هو الكابتن بالظبط علشان حضرتك عارف بيكون لها اسس، ده ولاد النادي وفي نفس الوقت هم الاقدم وكمان لعيبه كبار يعني تشافي وانيستا يعني لعيبه كبار ولا يقلون اهميه عن وجودهم في برشلونه زي ميسي. بيتكلم في سيرجيو راموس في ريال مدريد هو نفسه القائد احد ابناء ريال مدريد ودوره وكاريزمته مهمه جدا حتى في وجود رونالدو بالظبط. رونالدو في اليوفنتوس مش هو الكابتن فحضرتك فاهم هي بتختلف على حسب النادي وعلى حسب شخصيه الكابتن. لو شخصيه الكابتن اللي موجود لا تتناسب مع
الضغوطات وطبعا سيطرته على اللعيبه بيتم استناد للاعب اخر. ربما الثاني في الترتيب. يعني هو بقى المدرب بيختار او بيعملوا فوتنج تصويت لعيبه بتختار بيترشح لك اسامي ومين اللاعب اللي انت عايزه كابتن فريق. واضح دي اقتراح برضه موجود. بس ده ما اعتقدش انه موجود في هنا في مصر. لان طبعا بس هيعمل يعني تكتلات داخل ما انا بقول لحضرتك هيعمل الناس هنا في مصر. فهي اريح حاجه غلط. اريح حاجه يعني النهارده يعني انت انا بدور الكابتن لازم يكون له كاريزما وشخصيه دي حاجه دي حقيقه طبعا دي حقيقه بس لو ما وافقش ما كانش فيه يعني توفيق في تواجد هذه الشخصيه ففي ادميه بس المدرب عليه دور المدرب عليه دور ان هو يصنع هذه الشخصيه يعني يصنع هذه الشخصيه في داخل المنتخب علشان برضه يقود الفرقه في الملعب يقود الفرقه في المعسكر حتى يعني لو في نواقص في الشخصيه دي هو يقدر يكمل ما يبقاش رامي الحمل على الكابتن فريق ومش قضيه كبيره جدا القضيه الاكبر هي يعني الانجازات لهذا المنتخب دي اللي ما كانش يجب ان احنا نتوه مع قضيه الشاره دي كثيرا والحمد لله انها انتهت على خير واقتنع الكابتن حسام البدري وهو يعني فاهم الاصول دي من اصلا وعارف يعني انا عايز اقول ان يعني ان هي حصلت في فتره من الفترات في انديه كبيره زي النادي الاهلي وكان الحسم واضح جدا يعني ف وهو طبعا حسام البدري عارف كده والكابتن حسام البدري عارف كده فالحمد لله انها انتهت على خير وهنشوف ان شاء الله كابتن احمد فتحي في ايد كابتن محمد صلاح مع بعض. هل حضرتك شايف ان منتخب مصر محتاج الى غربله بلغه الكوره حتى يستعيد بريقه ولمعانه في الكره الافريقيه من جديد ولا المنتخب مصر فيه بعض العناصر لكن كان يحتاج مدير فني عنده الامكانيات والقدرات اللي تقدر تخليه موجود في المصاف الاول للكره الافريقيه بعكس ما حدث في بطوله الامم الافريقيه الاخيره والخروج من دور 16 امام جنوب افريقيا. سؤال صعب قوي بس صح؟ أقول. جدا بص عليك ده انا ايه جبت بص قلت اعصر كل حاجه جوايا عشان اطلعها جدا سؤال صعب جدا طبعا محتاج غربله لا هنقول محتاج انتصارات نمره واحد طيب ما احنا بنكسب في التصفيات يعني بس في البطولات ما هيبان بقى انا عايز اقول الغربله هتيجي مع المشوار هل هي مقياس البطولات اللقاءات والانتصارات هل هي مقياس؟ طبعا احنا مع مستر كوبر فوزنا في معظم التصفيات المؤهله لكاس العالم لكن في كاس العالم ما كانش لينا شكل يعني مستر كوبر نافس على كاس الامم الافريقيه وخسر من الكاميرون في النهائي انا بتكلم على كاس العالم ماشي وصلنا كاس العالم بعد 26 سنه ما اختلفناش ولاسباب اخرى احنا فشلنا في كاس العالم يعني احنا مش عايزين عشان ايه ماشي انت ذكرت اسم كوبر بس انا مش هخش في الاسباب الاخرى احنا هنتكلم عليه بسرعه كده لما اسباب اخرى كثيره جدا معروفه اداريه في ماشي. المقام الاول يعني تمام فيعني ويعني وبرضه احط خط ان لاعبتنا ما كانتش مؤهله ان هي تلعب في هذه البطوله رغم انها تاهلت لها لما مؤهله نفسيا او لما تم تجهيزها نفسيا ومعنويا ان هي تكون على قدر المنافسه يعني الانتصارات وليست الغربله طبعا الغربله بتيجي مع الوقت بس هل المدرب الشاطر هو اللي يبقى قادر على ان يكون غربلته دي صح ما يعني ما ليس لاسباب شخصيه تمام ولصالح الفريق في المقام الاول واذا كان مثلا بيستبعد واحد ويدخل واحد بيكون يتحسب عليه هذا الجديد مثلا على سبيل المثال بدون ذكر امثله يعني انما انا خرجت فلان ودخلت سين من الناس يبقى اللي لازم بيعمل لي اضافه يعني انما منتخب مصر بعد كاس الامم الافريقيه 2019 لا محتاج غربله حقيقيه ما فيهاش كلام يعني ويعني اعتقد ان يعني مثلا استبعاد ورده واحمد المحمدي انا ما بحبش اذكر اسماء كتير بس مضطر اقول المحمدي واحمد ورده دي من ضمن عمرو ورده والمحمدي شفت حضرتك تصرف عمرو ورده الاخير تابعته ولا حضرتك ما عندكش خلفيه؟ ما عنديش خلفيه يعني وكان حصل تصرف منه في اخر مباراه ليه مع فريق لاريسا اليوناني اللي كان موجود فيه قبل انتقال عمرو ورده باسم مرسي احد الانديه في الدوري اليوناني وكان تعامل بعد تبديله في دكه على دكه البدلاء يعني ضرب دكه البدلاء جامد برجليه وكان تصريح لرئيس النادي معلن في الصحافه المصريه وقال ان انا
يعني ممكن اتخذ اجراء برحيل عمرو رضا عن صفوف فريق باريس سان جيرمان؟ يعتقد ان عمرو رضا لو رحل عن هذا الفريق ما اعتقدش ان هو هيلاقي حاجه في اوروبا او يلاقي حاجه في مصر ممكن يعني تتقبل شخصيته وتتقبل الطريقه اللي بيتعامل بيها. هل الكلام ده صحيح ولا الكلام ده؟ هو طبعا انا مش عايز اقصو عليه بدون مناسبه يعني، ولكن اذا حدث بالتفصيل هذا الكلام انا ما رصدتوش يعني. نحاول سريعا لو نقدر ان احنا نجيب الصوره اذا حدث يبقى برضه نقطه يعني سوداء في عمرو. يعني حضرتك احنا بنحاول ان احنا نجيب صوره عمرو ورده في المباراه في الدوري الاسباني الاخيره لما ركل دكه البدلاء، وكان تصريح لرئيس النادي بالاستغناء عنه حال تكرر هذا السلوك مره اخرى. تفضل يا فندم. فطبعا حاله النرفزه بتحصل بعض اللعيبه عند الاستبدال دي موجوده في الملاعب بشكل او باخر، بس يعني ورده بالذات عنده رصيد من العلامات والمخالفات اللي هو يعني ما خلوش يعمل حاجه زي كده، ويكون اكثر التزاما وانضباطا يعني لان هو لاعب محترف في الاول والاخر، ودي نقطه مهمه جدا لازم يعني حد يقول له عليها، حد بيحبه يقول له عليها، لان انا شايف ان ورده موهبه كرويه مش جيده. واستبعاده من منتخب مصر رساله على فكره اهم من حته ان يعني رئيس النادي يستبعده، استبعاده من منتخب مصر دي برضه رساله يا ريت ياخد باله منها عشان ما يخسرش روحه. وزي ما انت قلت لو خسر ناديه الحالي وهو معرق ليه، وخسر ومعاه منتخب مصر وما يفكرش، مش يعني هيبقى طريقه انقطع في مع اللعبه، وده مش كويس يعني في السن دي يعني. طيب اخيرا حضرتك يعني كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي وايضا لمنتخب مصر والمنتخب الاولمبي سريعا، علشان الثلاثه عندهم، الاهلي عنده معسكر واستعداد لموسم ان شاء الله يكون بعد التوقف، ومنتخب مصر عنده ماتشين في التصفيات، وايضا المنتخب الاولمبي عنده بطوله قويه جدا ومهمه. بدايه من المنتخب الاولمبي كابتن شوقي غريب، احنا معاكم ان شاء الله، ونتمنى منكم اللقب والبطاقه، معاه بطاقه الالعاب الاولمبيه في طوكيو. عندنا ثقه كبيره جدا في نجومنا، و مهم وعندكم مهمه اخرى خفيه في هذه البطوله، وهي قدر كبير جدا من ثقه جماهيرنا بمنتخبنا بعد احداث كاس الامم الافريقيه اللي فاتت. منتخبنا الاول بقياده كابتن حسام البدري، انت في اصعب اختبار يا كابتن حسام خلال مشوارك التدريبي، واتمنى ان توفق في إدارة المنتخب أكثر من فوز في المباراتين الجايين كينيا وجزر القمر. لدينا ثقة أن أنت إن شاء الله تفوز، بس أهم حاجة أن احنا نحس أن قدامنا منتخب جديد. بالنسبة لجماهير النادي الأهلي بقى، أنتوا نمرة واحد في عودة جماهير الكرة المصرية للملاعب إن شاء الله. يعني استاذ سامي بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا بوجود حضرتك. وانا اكتر ان شاء الله بقى حضرتك تكون دايما موجود معانا، ما تاخرش عننا. شكرا يا عمر. والمقال بقى ان شاء الله بكره كده انا هقراه، ولازم يعني ابدي رايي، اكيد هيعجب كل جماهير الكره المصريه. الله يخليك، شروط عوده الجماهير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ سامي عبد الفتاح الكاتب الصحفي الكبير كان معانا في الفقره الحواريه الثانيه، طبعا اكيد بنشكره شكرا جزيلا. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقة إن شاء الله، لسه مكملين على قناة النادي الأهلي بعد قليل مع الكابتن إسلام الشاطر وضيفه الكابتن سيد عبد الحفيظ في سهرة مع إن شاء الله تنال إعجاب حضراتكم، وإن شاء الله يعني كالعادة زي ما أنتم متعودين هنا في قناة الأهلي كل النجوم هيكونوا موجودين معنا. أشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.